مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء جديد في برنامج مع المحلل، وذكرتنا في هذه الحلقة غادي نحاولوا نبسطوا ما استطعنا بطبيعة الحال مفهوم الكيان، لاتر الكيان، لأنه وقت العولمة وهاد الموجات المتعددة في مواقع التواصل وفي الإعلام كيظنوا البعض، ولو يكونوا متخصصين كيظنوا البعض بأن المسألة c'est une question de psychologie. كيظنوا البعض بأن المسألة فقط une question de psychologie. علماء التحليل النفسي البنيوي تيميزوا le sujet psychologique du sujet structural. Le sujet psychologique, هاد الإنسان، هاد المرء اللي غيكون موضوع المسألة البسيكولوجية، هو ما يهم الشخصية والسلوك، ما يهم ظواهر لي ستيمولي ريبونس، وما يهم ما يسمى لو فونكسيونمون بيهافيوريستيك. ده هو لو سوجي بسيكولوجيك. وهنا لا بسيكولوجي عندها ابعاد وعندها ادوات وعندها مسائل كبيره وهائله مهمه، ولكن الحقل الانساني ما يمكنش لا تحيط به فقط من هذا الباب اللي تكلمنا عليه، اللي هو لي ستيمولي ريبونس، اللي هو لابرونتيساج بار تيست اسي، اللي هو لونسومبل استرات دو لا بيرسوناليتي ان تيرم دو ce qui est intuitif, ce qui est instinctuel, ce qui est culturel, ce qui est umwelt, ce qui est inumwelt. Même que je ne peux pas oublier ça là. Donc, ça va être مهمة. ثم غنجيو نلقاو المويجات ديال الكوتشينغ. المويجات ديال الكوتشينغ عندهم واحد مبدأ. عندهم واحد مبدأ كيقولوا فيه خصنا نساعدوا الآخر باش يوجد ما هو أحسن ما فيه ويتكون على واحد النموذج اللي ربما هو قوي فيه وهو غيعطي فيه لو ميور دو لوي ميم. كيفاش كيديروا باش غيجعلوا الإنسان اللي غيمشي عند واحد الكوتش يجلس قدامه يقول له عندي انا واحد الاضطراب هنا، انا كنرتبك ملي كنبغي نهضر في واحد كذا وانايا كنبدا نعرق، وانايا ملي كنبغي نخطب المراه كتشدني الرعشه، وملي كنتقابل معاها ولو انني عندي سكوين وعندي سيتوياسيون كنحس براسي كنتلاشى. كيفاش غادي اذا شنو غيدير هذا الكوتش؟ غادي يخدم ياك على إيش؟ أنه غادي يخلق له نموذج النغبيد. كارل غوستاف يونغ سير درس لغبيد سبيكولير دو موان كارل غوستاف يونغ وغتلقى راسك اش كدير. غير هما ما غيسميوش النظرية ديال كارل غوستاف يونغ اللي هي لغبيد سبيكولير دو موان، ما غيسميوهاش بحال اللي هما طاحت عليهم من الشتاء، كانوا كيتسراو في الشتاء ويطيح الشتاء وما يفهموها. راه علماء سان سويس عالي قدو قداش سويسري من الفطاحله ديال لا بسيكولوجي اناليتيك، هو صاحب هذه المدرسه، هذه هو صاحب المدرسه ديال لا بسيكولوجي اناليتيك. ولكن شنو هو المغزى؟ النموذج اللي غيخدموا معك الكوتش اللي هو لو ميور دو توا ميم، راه هو هذاك الكوتش، هذاك راه هو النموذج، وماشي نموذج واقعي. ربما يقدر يكون واقعي، ربما الا تحط قدامي واحد نقول له واش النموذج اللي كتقترح واقعي فيك ولا افتراضي؟
حيت عندنا حنا القدره على الابداع بالخيال. اذا غادي يخلق لك ما يسمى النافاتار. النافاتار هو واحد البيرسوناج حي في الخيال غيشكل لك اوربيت سبيكولير دو موا. صافي هذا وحدهم ولكن الى مشينا وطرحنا السؤال شنو هو الكيان وعلاش خصنا نذكروا بعضنا بالبعض بالكيان اللي بغي يدوي لكم علولة لكوتش ولا لبسيكولوج ولا لبسيكياتر ولا التواحد فهذا ما غي يدوي لكم على الليتر عباش نكونوا واضحين لأن وصلنا لواحد المستوى الوعي خصنا نحطوا لي كارت سوغ طابل كاملي ما غيدوي لكم على المستوى ديال الكيان دلاتخ لا لكوتش ولا لبسيكولوج ولا لبسيكياتر ولا التواحد ما غيقدر يدوي على الليتر ما يقدروش يدوي مع هذا الفطاح إلى فتحي النفس البنيوي والفلاسفة وعلماء المسلمين هادو هما اللي غيدوي على الليتر هما هادو من غيرهم ما كاينش اللي غيدوي لكم على الليتر ما غيعرفوش نتحدى فيهم شي واحد يقول لك يعرف يعيط لي هنا على المباشر يقول لي انا كنعرف ندوي على الليتر نتحدى شي واحد فيهم فهادو كاملين اللي سميت الصباح شي واحد فيهم يسد التليفون عيط لي الله يسد لي انا كنعرف دوي لي اخويا اسمع يلا تكلم هالمستمعين دوي على الليتر كيفاش غادي تربق وغادي تبني وغتحاور مع الليتر في هذاك الانسان يلا يلا ورينا يلا شي واحد يتصل يقول لك اودي اه كنعرف ندوي غدوي على ايش غدوي على المشاعر غدوي على الاحاسيس غدوي على المكبوت غدوي على المسكوت عنه ماشي هو هذا الليتر ماشي هو هذا الليتر لهذا الفلاسفة غيوضعوا واحد المصطلح كيتسمى لي طون او اكسون تي ان تي فلاسفة غيحطوا شوفوا العلم كيفاش دقيق جدا شوفوا العلم كيفاش دقيق عند العلماء الا بغيتوه من عينه الا بغيتوا العلم من عينه ها هو راه هو الفلسفة اللي ما خداهاش من الفلسفة ما عمرك تجلس حداها نوض هرب تمشي عند النوغولوج يشخص لك اضطراب الاعصاب غادي يفيدك تمشي عند ام سيكيات خلي عنده تجربه اللي غيشخص لك واحد الاضطراب كيف محدد الدي اس ام وغيعطيك واحد الادويه وما غيفتح معك لا كيان لا ادخل والو غيفيدك في واحد البلاصه غيفيدك غتمشي عند ام سيكولوج اللي غيخدم معك تو سكي ستيمولي ريبونس ابرونتيساج بار ايميتاسيون تو سكي بيهافيوريزم تو سكي بيرسوناليتي تو سكي غيفيدك فهاد الحقل غتمشي عند ان كوتش اللي غيدير لك ريجيم ويدير معك رياضه ويقول لك فوقاش تفيق الصباح ويدير معك هذا غيفيدك من غير هاد الشيء هذا راه ما غيفيدوك حتى حاجه اخرى اذا غادي يلوحوا لكم واحد الشعار ولدك وبنتك تعاني من ازمه وجدانيه وراه داك هو ليتر شي فيما تسمعوا ازمه وجدانيه راه حيت ما عرفوش يمشيو ليتر هذاك هو مبلغهم من العلم داك وحدهم غادي يجي يقول لك اه وبنتك ولا انت بنفسك كتعاني من ازمه وجدانيه اه حقا وصلتي للربعين راك تدير لا كريز دو كارونتين واخويا دابا فاش شفتيني ملي قلتي لي هذه الجمله فاش شفتيني فاش فتيني دابا جيت بركت قدامك عطيتك الفلوس وقلتي لي وهذه راها اعراض ديال ازمه وجدانيه مزيانه وعنوان زوين واخا ومن بعد وفيدني شريف فيدني من بعد اش غادي ندير بهذه الجمله تاعك اش غندير بها بالكم المستوى ديال الوعي اللي خصنا نوصلوا له باش غدا بعد غدا ملي تدي بنتك ولا ولدك عند شي واحد غتبرك حداه وتصنت غادي يقول لك ولدك تعاني من الوسواس القهري قول له الله يخليك قول له يا ابن الانجليزي عافاك قولوا لي بفرنسي الوسواس القهري الله يجازيك بخير بالعربيه ما مزيان انا ماشي معرض انا مفرنس انا باغي نفرنس قولها لي عفاك بالفرنسيه طلعوا شو المستوى ديال السؤال ديالكم بركة من تكونوا مسلوبين الاراده قدام الذي يسمى يعلم راه يسمى راه خصو تيبين البرهان عاد نقولوا له يعلم اما الشواهد اللي عنده كتعني قرا راه فرق ما بين الشهاده والعلم الشهاده كتعني قرا عنده مهارة وكفاءة في واحد لي موديول في واحد الأشياء قراهم وتخرج بهم أما الإحاطة الإحاطة ما تجيبهاش بالقراية فقط القراية غساس قراية كتعطيك غير الدارة التحتانية الإحاطة خصك تكون وضعتي أنت اللي قريتي تكون وضعتي نفسك موضوع الإحاطة ديالك
المادة ماشي هي الآخر، المادة أنت. وتقدر تهضر على راسك أنت في هذه المواضيع. إذن اش غتعيشوا مع أولادكم؟ أولادكم سواء صغار أو مراهقين أو كبار، غادي تجيو واحد اللحظة في حياتكم معهم وغتلقاو بأنكم ما بقيتوا فاهمين فيهم والو، وهما تيقولوها لكم. كتقول لك البنت أو الولد بابا ولا ماما كنحس ما كتفهمونيش. واش كديروا؟ كيف ترقعوا؟ كيف بدأت ترقع؟ يا بترغيب يا بترهيب. كاين اللي غادي يشد بالخاطر ويشري قضوات ويسافر ويدير كذا ترهيب، وكاين اللي غادي يزير ويغوت ويتعنطط ترهيب. ولكن راه هو حط لك سؤال حقيقي، قال لك ما فهمنيش. ولهذا كتلقاهم كينطاويو على بعضهم، يا اما في مجموعات وغتبقاو نتوما تابعين كتقلبوا واش اصدقاء صالحين ولا اصدقاء السوء. ولا جاتك الخبر راه بناتك ولادك راه مرافقين مع شي دراري كيشرطوا لحمهم بالزيزوار، ودابا شي واحد يشرح لنا الدائره. يلا شي واحد يشرح لنا علاش بنت ولا ولد عائله بخير وعلى خير، باهم مستقرين، عائله مستقره نسبيا، كل شيء بخير، كيشرط لحمه بالزيزوار. يلا سير سول المدارس واش الظاهره كاينه عند الدراري. يلا كيجي الاب ولا الام كيدخل تلقى بنته مشرطه لحمها بزيزوار. والغريب في الامر انا كنعرف اباء وامهات بعد ما تيحاولوا يتحاوروا مع ولادهم، ولدي ولا بنتي اشترتي في لحمك، تيرفض يتحاور معه. وبعد ما تيوليو فيه لي سيكاتريس وتيبغيو الوالدين يديروا شي علاج باش يحيدوا ديك السيكاتريس من الدراع اليدين ديال ولادهم، تيرفضوا الدراري، تيقولوا لا ما نمشي عند شي طبيب، وبغيتو يبقاو عندي هذوك الشراطي. شحال هذه كنا كنسحبوها وكنا كنشوفوا هذيك الظاهره. ها كان واحد النوع من الجمهور ديال واحد النوع من المغنيين ديال الراي، وتيبداو يغنيوا المغنيين الراي، وكتشوف الدراري هز الزيزور بحال هكا اون بلان سبيكتاكل وتيشرط. ايوا جاوا شي بحضين قال لك لا هذوك حقام مقرقبين كذا. لا 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 انت غتلقاها عند وليدات ما مقرقبين والو، ما مقرقبين والو. اذا شنو غتكتفي تجي تقول نزعه مازوشي؟ غتقول بحال هكا حيت قريتي شويه على لا بيسيون مازوشي، وغتجي تقول نزعه مازوشي. وهذيك النزعه المازوشيه راه غير راس الايسبيرغ، كاين واحد الجبل الثلجي اللي خارج لك الفوق هذاك ما كاملاش واحد 3%. وسير شوف هذيك 97 اللي غارقه تحت البحر، سير طلع لها. اذا كنا المساله ديال واحد الانزعاج، ديال واحد الاضطراب اللي ما غيمكنش يتصنف في خانه الاضطرابات والامراض النفسيه، ما غيمكنش تصنف، ما غتدي عند اي اختصاصي، ما غيلقاش تصنيف، لان راه كاين واحد الاضطرابات ما كيتصنفوش. حدهم غيقولوا عليهم ازمه ان كريز، حدهم يقدروا يقولوا ازمه، حدو غادي يقول ازمه وجدانيه. بان لكم الا المدرسه ديال التحليل البين النفسي اللي حطات اجوبه، حطات، لذا انا كنحترمها وتنقدرها وجبتها لكم. فهنا من لي فورمول القواعد المشهوره عند فرويد واللي كيعتبروها علماء التحليل النفسي هي القفله في العلاج النفسي. يعني اذا وصل واحد المحلل واحد المحلل مع واحد الشخص لهاد القاعده هذه اللي غنقول لكم دابا وتفاعلات، ومن اصعب الاشياء اللي يمكن لها تفاعل، يقول فرويد فو إز فار سول إيش فيردن لا أو سيتي لا جو دوا دوفونير. يقول العبقري جاك لاكون في سيمينار لو ديزير، ما معنى حيث كان يجب أن أصبح؟ فو إز فار سول إيش فيردن لا أو سيتي لا جو دوا دوفونير حيث كان يجب أن أصبح. لهذا كتلقاو في الحجاية عند المغاربة وعند العرب كاتب دائما حجيتهم كان يا ما كان، دائما في الحجيات ديالنا كنلقاو كان يا ما كان. فما الذي كان يا ما كان؟ فيما تسمعوا كان يا ما كان معنيتها واحد بنادم هدر، هدر على واحد الواقعة رواقي السا
كان يا ما كان بنادم هدر، حيث فيما تسمعوا مصطلح القول عرفوا مقرون بنادم. القول ما كيخرجش هكاك، القول يا إما كيرسل الله ملك وكيتكلم معك بحال يرسل الأم مريم وهذا سي فينيش، كاينش اللي غادي يجي عنده ملك يهضر معاه، ما كاينش صافي سالينا قاطع الوحي. توفى النبي صلى الله عليه وسلم صافي الملائكه حبسوا. بقى لك الجن والشياطين، والشياطين هما راهم جن، غير الفرق ما بين الشياطين والجن ان الجن عنده ميله ما كيتزوجش امه ما كيتزوجش اختو. الشياطين اللي هما ابناء هما راه خارجين من الجن ما عندهمش ميله، هما الكفار ديال الجن. فالشياطين كيتزوج اختو وكيتزوج مو، عندهم كل شيء اوبن، هادو هما الشياطين. الشياطين كيتكلموا والجن كيتكلموا، غير القول ديالو هو ما مسموعش، محسوس هو اللي غيتسمى الوسواس. وهنا فين هذيك الترجمه خاصها ما تبقاش دور عند الناس اللي كتشكل خطوره في الفهم. فملي كيتقال لواحد الشاب من طرف واحد الاختصاصي هذا رايي، هذا رايي الفكري وكنتحمل مسؤوليتي فيه، واللي ما اتفقش معايا عيط لي يدوي معايا في برنامج وما اتفقش معك سي دريبي، هذا رايي وكنتحمل مسؤوليتي فيه وكنقولوا العلن. لي توك تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف خطا كبير يترجموا بالوسواس القهري، خطا كبير. الترجمه اللي كاينه في الليتيراتور ديال العلماء كيتسمى لي فينومين دو مونتيزم، لي فينومين دو مونتيزم هادو هما اللي كنترجموا بهم لي تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف. ما معنى تروبل؟ اضطراب. اوبسيسيونيل اشياء تستحوذ عليك، كومبولسيف ما كتقدرش تتحكم فيهم. منين جبنا تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف نترجموها للوسواس القهري؟ منين جات؟ انا بغيت نعرف شكون اللي ترجمها يقولها لي منين جات، حيت لقيناها في القران وعجباتكم. لا سيدي ما صالحاش لهاد البلاصه هادي. الوسواس هو كلام يردد فيك خارج عن ارادتك، هذا هو الوسواس. كلام يردد فيك خارج عن الإرادة ديالك. فيقول العبقري جاك لاكان الفرق ما بين الإنسان السليم البنية النفسية والمضطرب البنية النفسية أن الإنسان السليم البنية النفسية يستطيع أن يسكت الأصوات التي تتكلم فيه. إذا نرى كنا غيتكلموا فينا الأصوات، علاش؟ لأن كاين هيئات على شكل شخصيات غتجسد في البيئة النفسية، هيئات نفسية بحال هيئة الأنا غتولي شخصية، هيئة الأنا الأعلى غتولي شخصية، هيئة الأنا المثالي مثال الأنا الأعلى غتولي شخصية، هيئة لوسا غتولي شخصية. هادو غيبداو يهضروا كيهضروا. فملي كتكون كتكلم وكتعقب على نفسك في الجملة راه جوج شخصيات دو في الجملة ديالك ديك الساعة، راه كيكون ولدك ولا بنتك ولا انت نفسك كدو كتعقب كتقول وغادي نمشي ندير كذا لا ولكن ما غنديرش كذا بحال كذا. شريك التعقيبه اللي تعقبات راه هيئه اخرى دخلت على الخط دوات في لسانك ديك الساعه، ما كاينش كل حتى شي مرض هذاك عادي. غير واحد اللحظه كتوقع واحد اللخبطه، لان كيخص يكون واحد الانسجام واحد الاندماج ديال هاد الهيئات كلهم خصهم يتوحدوا في هيئه واحده باش تشكل هيئه احد. هل في البيت من احد؟ كتقول العرب واش كاين شي حد في الدار؟ هذاك احد هو القفله ديال هذه الهيئه، خصهم كلهم يتشكلوا في احد. لهذا الله تيقول نقول هو الله احد، هو بدا بها وحقيقه احد عنده. احنا شتات وربما نسالي وربما ربما. اذا مسالت Voice for Swish Verden. Là où c'était, là je dois devenir. حيث كان يجب أن أصبح. إذن هنا عندنا قلت لكم في الفلسفة مسألة ليتون، لاتر و ليتون. هاد ليتون شنو هو؟ ليتون عند الفلسفة هو ما يقع، ما يحصل من طرف واحد الشخص ومشي عن طريق الخطأ. شي حوايج كيديرهم بنتك ولا كيديرهم ولدك
وغتقول باقي صغير وغتميكلو وغيكبر وغادي يبقى يديرهم، وغتقول باقي ما كيفهمش وغتميكلو. معنى انا غتميكلو انك غتخلي المساله للوقت، غتخلي المساله للوقت، بحال الوقت راه عالي غيجي غيجي يخدم هو، الوقت راه ماشي عالي، العالم هو انت الا قدرتي تتعلم. اما لا خليتي ولدك مسيب الوقت، خليتيه مسيب لهاد لي طون، شنو هو لي طون عندهم؟ راه مذكيين بزاف هذوك الناس. علاش سماو لي طون؟ راه كاين لاتر وكاين لي طون، او اكسون تي ا ان تي. هاد اللي غيصدر من ولدك الا كان واحد من العارفين في الدار، تيقول راه ماشي فقط قضيه الصيبه والخطا وقضيه الجهل ولا معرفه، راه كاين فيه ما يسمى الكيان النفسي. شتو هاد لي طون؟ كانهم سماو الكيان النفسي اللي غيسميه علماء البسيكولوجي اينومفيلت. راه مذكيين انتوما اللي غيتسمى لينومفيلت. كاين لومفيلت اي لينومفيلت. لينومفيلت هو العالم الباطني النفسي، لان هاد التسميه ديال لي طون ديال الفلسفه، وكل مدرسه كتبغي تسمي. بحال دابا مشيتي للمدرسه ديال دونالد فيربيرن ودرس التحليل النفسي البريطاني، غتلقاه كيحط واحد الاطروحه على جميع الناس عندهم بنيه شيزويد، جميع الناس بالنسبه لهذه المدرسه البريطانيه، وتدافع على هذه الاطروحه، تيقول لك ودي راه كلشي غيبدا بالشيزويد، كلشي. شيزويد هي اللي غيسميها كارل غوستاف يونغ انتروفيرتي، هي اللي عندنا حنايا بالدارجه طافي. بالنسبه لفيربيرن هذا العالم البريطاني، كلشي تيبدا طافي، طافي كمرض مالكم. إذن هذه معروفة في ليكول سيستيميك عند الغربيين، كل مدرسة كتبغي تستعمل مصطلحاتها. احنا المسلمين اللي كيهمنا هو سلسلة المصطلحات، احنا كنبغيو لا فيلولوجي. احنا المسلمين عندنا مع فقه اللغة، فقه اللغة ما كيعلمكش فقط الإعراب والصرف والنحو، هذوك النحويين هذوك. فقه اللغة هو تتعرف الشجرة اللغوية منين جاية، من العلوم كاملة. كتحط العلوم اللي قدرتي عليهم انت، كتحطهم قدامك وكتشوف شجرة المصطلحات منين جات، منين دخلات، واش جات من هذه المدرسة بعد دازت لهي، ولا جات من هذه المدرسة بعد دازت لهي، ولا هذيك المدرسة بدات هذاك المصطلح تم عاد بدا. هذيك راه هي لا فيلولوجي. خاص يكون الانسان دارس لا فيلولوجي باش يمكن لك تحيط دير الإحاطة بالموضوع اللي كاين. إذن ليتو إلا جينا نترجموه هو الكيان النفسي. شنو هو الكيان النفسي؟ وفوقاش كيبدا الكيان النفسي؟ ما تيبداش بالحرمان، ما تيبداش بالكبت، ما تيبداش بالصدمة، تيبدا بالوضع، تيبدا بالوضع. فما هو الوضع؟ هو ما قيل عن الحمل يؤتت للوضع، ما قيل عن الحمل يؤتت للوضع. غادي نلقاو الأم ديال أمنا مريم شنو قالت؟ إذ قالت، شوفوا القرآن، إذ قالت، بدا القرآن كيقول لنا عليها إذ قالت. واشتو هاد إذ قالت؟ هذا هو اللي غيشكل المحمول، هذا هو اللي غيولي المحمول. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، أي كدوي على الحمل ديالها، محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي كدوي على الحمل. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنت، والله أعلم وين وضعت، وليس الذكر كالأنثى. إذن شنو هو لي طون؟ هذا برضو البال، شنو هو لي طون؟ اللي غادي تعتبر عندكم وعند واحد العادات من اللي كيظنوا نفوسهم كيفهموا بأنه هو الكيان، هو سي لو فو كيان، سو ني با لو فري كيان، لي طون سو ني با لاتر. دونك اللي ما مشيناش قرينا على لي طون وما درسناش حيث كان يجب أن أصبح،
فو إيز فار سو إيش فيردن، اللي ولا كل شيء كيردد على فمو، فرويد سي دي باسي، فرويد سي دي باسي. درستيه بعدا من حيث الحكمة ديالو، من حيث الدقة ديالو، وطبقتي بعدا الشيء اللي وصل له هو طبقه وعاد دي باسي. السيد عبقري، نظرية محبوكة، ملي إرنست جون، ملي جاك لاكون، ملي فيربيرن، انتقدوا النظرية فرويد، انتقدوا فيها بعض الأشياء بحكم الإمكانيات الفكرية والعلمية اللي هما عندهم في الحقبة ديالهم. ما السيد في الحقبة ديالو كان شحال حاجة ما كانش. إذا جاوا الواحد البلايص وقالوا هنا هاد البلاصة هادي خصها تضبط، هنا هاد البلاصة، ولكن النظرية باش نلقاو فيها الناس غير هاد لافورمول غير هادي، حيث كان يجب أن أصبح. إذا باش كيبدا لينا ليطو اللي غيبان لكم نتوما بحال الكيان، شنو هو الكيان؟ هما اللي غتراقبوه نتوما في ولدكم اون تيرم دو مانيير داتر اي داتر. وتبقاو تقولوا الفوك تي شونج تا مانيير داتر، شتي ملي كتقولوا شونجي لا مانيير داتر دويتو على بسيكولوجي كومبورتمونتال، غينفعوكم لو سيكولوج ديك الساعه ياك، فاش في لا مانيير مي في لاتر ما غينفعوكمش، ما غيعرفوش سالينا من الاخر ما غيعرفوش. مع ذلك كان فيهم شي واحد عالي معارف وعرفها في نفسه لنفسه، هذاك غيعرف. اما اللي اكتفى بقرايته وجا طبقها راه ما غيعرفش، راه بحال طبيب السنان كتقول له داوي لي الالتهاب الحلق، ياك متصل الحلق مع الفم، هو طبيب السنان ما غيعرفش الالتهاب الحلق، غيقول لك ودي اويغي. وملي غتمشي لعند الاويغي وغيلقى الالتهاب سبابه ليليكو باكتير، واش يقدر؟ ما يقدرش يداويه لك، يقول لك الغاسترو. وملي غيمشي عند شي عند الغاسترو ويطريطي لك ليكوباكتير وما يبقاش عندك الالتهاب في فم المعده اللي كطاري غير طال الحلق، وشويه غيلقى عندك اضطرابات في ليزونزيم ديجيستيف من حيث خصك تنظم ماكلتك، ما غيعرفش خصو يصيفطك عند ديتيتيسيان. واللي غادي يعرف يدير لك ان ريجيم اكيليبري باش تعاود تقاد لك لا فلور اي لا فور. ومن بعد ملي غيلقى واحد لي سيديتي طالعه في المعده غاستريك سببها لو ستريس، ديتيتيسيان ما غادي يعرفش، غادي يقول لك شوف شي واحد اللي خدم معاك هاد لو ستريس. وهذاك لو ستريس سوا لو سوجي اي بسيكولوجيك سوا لو سوجي اي ستركتورال، هما نورمالمون يسون انتريكي، راهم انتريكي، راه هذاك في هذاك وهذاك في هذاك، راه ماشي سيباري بالقنانب بحال اللي كيعوموا في لابيسين اولمبيك. اذا فين مشينا دابا؟ مشينا كنتكلموا على الكيان شنو غيدير فيك ملي انت غتقول ولدك طمانيه غدا تخني با كوريكت وكتقولها بالفرنسويه، ولدي ولدي شو با داكور طمانيه غدا كتجرح راسك بالزيزوار طمانيه غدا سي كوا سا طمانيه غدا، واو كيجيو الضياف ما كتسلم حتى واحد كتبقى غير تخنزير سي كوا سا طمانيه غدا. هو حيد مانيير وجي حد السؤال اسكو سي لاتر اللي كتشوف ولا اسكو سي ليتا، حيت الا قلتي لاتر خاصك ترجع للوضع، وملي غترجع للوضع غتلقى كي شي اشياء تقالت يا اما ولدك مرغوب فيه او بنتك مرغوب فيه وتطبع، وهذاك مرغوب فيه خاصك تعرف واش ليه لذاته ولا ليك انت فيه. شي ملي كترغب شي واحد عندك تحب كترغب فيه لذاته، هو راك ترغب لذاتك انت الناقصه المقسومه المحرومة، وشكلتي فيه هو في شي حاجة فيه جعلتها عوض لديك تقبلي فيك، هذا هو اللي كتسميه الحب. عشان نقول الحب ليس لوجود ضمني بين رجل المرأة ولكن نصنع، حيث هو رشادها غيديرها فرشية القرعة الدغبة باش يسد بها فم القرعة، وهي دايرتها هي فرشية بوشونة غتسد به التقابل اللي عندها في قرعتها. هذا هو العلاقات ديال الطمع والخوف، الحب جوز طمع والخوف طلع الفوق. إذن لاتان اللي غيبان لكم كوم لاتر مي سوني با لاتر، اللي غيقول علو جاك لاكون في السيمينار لو ديزير، نو دوفون ريكونكيرير سو شان بيردو دو لاتر دو سوجي، يجب علينا غزو هذا الحقل الذي فقده كيان المرأة. واحد البلاصة في البينية قد قداش الكيان فقدها. شنو هو الكيان؟ غير باش نعطيكم تعريف سريع لأن ما غادي يكفناش لحلقة ولا جوج باش ندوي عليه، راه ما يكفناش حياتنا كاملة. الكيان عندنا احنا المسلمين أصله كون فيكون،
باش تزاديتي ويقر في الأرحام. تبتك الله في الرحيم ما تحتيش، راه بأمر منه كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمعنى بإرادته نزل الأمر، نزل واحد الملك، نزل الأمر رباني من السماء نزل، وهذاك الأمر هو اللي غيعطي الإذن باش يولي حمل ويستقر ويثبت. بعد ما استقريتي في الرحيم بهذاك الأمر، هذاك الأمر أمر معلوم هو اللي غيتسمى السر. والكيان الحقيقي اللي ما غدوه له لا فلسفة ولا بسيكولوج ولا بسيكياتر ولا بسيكاناليست ولا كوتش، كيدوي له بالنسبة لنا نحن مسلمين، كيدوي له القرآن ولا مسلمين. ها هو الكيان عندنا احنا اللي بغي يعرفه عندنا نحن مسلمين، احنا ما كان نقولوش رحنا عارفينه كونيا، لا 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 كونيا نسيدي كل واحد يعرف من راسته ويعرف شغله، احنا عارفينه إسلاميا، احنا اللي مسلم بغي شاركنا هذه الحقيقة هذه كمسلمين كنقولها له كون فيكون. هالكيان الحقيقي سوني باليتون سلات خاو واد، بمعنى واحد الامر هو الاول، امر شكل ايدن باش الخلايا انسجمات واجتمعات وتقادات واستقرات. واش هذاك الامر راه معلوم، بمعنى راه علم، هو راه معلوم راه ماشي مجهول، راه معلوم، حيت راه كاين الامر اللي يجيك ويجي واحد ويعطيه لك وانت ما فاهم فيه والو، راه كاين هما البوليس وهذا راه كيجيو اوامر اللي ما عارفش الخبير ديالو، خصو ينفذ، ما عارف والو على الامر، تيقول له طق صافي خصو ينفذ، علاش وكيفاش هذا ما عارف والو. الا في الكيان كتعرف، الا انك كتعرف واحد المجال خارج لا كونسيونس، كتعرف واحد المجال خارج. هذه على فندرس التحليل السيدكيه، لان فهمات بانه فلان كونسيون لو كونسيون ني با لا، ما يمكنش، ما غتفهمش شنو واقع في الانكونسيون لان الوعي ما حاضرش، ولكن راه محسوس، راه كتحس به. اذا شفتوا هذاك الامر اللي جا من عند الله سبحانه وتعالى باش تشكلتي انت كخلايا كجسد كروح، راك ماشي مجموعه ديال الدم واللحم وخلايا ودماغ، راه فيك واحد السر. ما هو ما معنى السر؟ ما معنى السر؟ هو خاصية ديالك ثم أنشأناه خلقا آخر، هو هذا السر. كتشبه الخوك جيمو بحال قطرة الماء مع قطرة الماء، ولست أنت هو، كتشبه له بحال قطرة الماء قطرة الماء، تشوف راسك في المراية وتشوف الجيمو مع الجيمو بحال المراية مع المراية، ولكن لست أنت هو. باش الصورة نفس الصورة، ولست أنت هو فين؟ فأنشأناه خلقا آخر. كيفاش يا ربي؟ طالع على السر ديالك اللي في الكيان ديالك، من جا الكيان؟ من تكوين ديال الكون اللي هي فيك. إذا حنا شنو كنديرو؟ كنتكلمو على الحمل ديالنا، نؤتت للوضع كنفرشو له، هذيك التأتيت اللي درنا بالكلام اللي قلنا على الحمل وفي مرحلة الحمل غيشكل الوضع وغادي يأسس واحد الموضع بحال بلاصه، وديك البلاصه راه افتراضيه، هذيك راه ماشي هي البلاصه ديال الكيان، لانك انت قلتي كلام والله في التكوين قال امر، الامر هو اللي غادي يكون واقع، الامر اللي قال الله في الكيان هو اللي غيكون في الواقع، والكلام اللي قلتي انت هو اللي غيكون في ليطون، ليطون سي با ليتر. إذا نتوما تعاملكم مع لي طون، كتبغيو تضبطوا لي طون، طبعا الحال خصنا نضبطوا لي طون، ولكن ماشي الغاية في لي طون، الغاية نوصلوا لاتر، لاتر اللي نتايا تعميتي عليه فيك كأم، الكيان ديالك اللي تعميتي عليه كأب، لأن شنو عماك؟ الحاجة والخوف، تخدم تجري تداوي تقري صافي، كتسحب الغايه كلها هي داك الجره والحاجيات، تودرتي خصها دار. علاش حنا عندنا في ثقافتنا المسلمين الخلوه
اللي ما نصحش بها من ولا رواعره هنا يخرجوا لك اصوات وغتمشي لعند صحاب الفريقه ويقول لك الوطوط القطري كادير يلا الخلوه راه غادي يخرجوا كاع الاصوات يهضروا ربما تسمعهم حايطين بيك يجوك من برا صحاب راسك الجنون لا ماشي جنون راه انت نيت هذيك راه الناموس العظيم اللي سميتو النفس. اذا هذه البلاصه هذه حيث كان يجب ان اصبح لاحظوا كيفاش غادي يقفلها العبقري جاك لاكون لا او سيتي لا او سا بارل يقول لك هنا فين كان هنا فين شيء كيتكلم c'est-à-dire ou à l'instant d'avant quelque chose qui est le désir inconscient. شوف الروعة شوف شغي يقول العليم سيقول لك قبل تلك اللحظة اللي غيت دحالية في نفسي الرغبة الكيان قبل ما تجي الرغبة الأم وقبل ما يجي الرغبة الأب في الدري حيث احنا فوقاش كنرغبوا فيه ملي كتكون حاملة وملي كيتزاد واش نقول لك هو هاد دابا هاد العلماء عطيتو كيقولوا تيقول لك خصنا نوصلوا في التحليل قبل ما تسجل الرغبه والله نتحدى شي واحد يوصل لها دابا نتحدى مطلقا كاع نتحدى شي واحد يوصل لها دي ها هو راه ماشي كتبوها حيت بغاو يكتبوها هادو راه كانوا كيطبقوها جاك لاكون كان كيطبقها يعني تيقول لك سيتادير او ان انستون دافون كلكو شوز قبل شي حاجه كلكو شوز ايتي كي لو ديزير انكونسيون تيقول هذا راه هو المحمول شتو هذا المحمول شنو غيدير لكم وشنو غيدير فينا واش غيدير فيكم الا عند العارفين هو هذا المحمول كيدير هذه الاشياء هذه كيفعل النزعه لا بولسيون كيفعل الوجد لافكت تيفعل الرقة والغلدة السنتيمون والو رسنتيمون تيفعل عاطفة جياشة من تأثر وتوتر ايموسيون اي اكسبرسيون تيفعل شعور لسنساسيون تيفعل المشاعر لسنتيمون تيفعل الخواطر والهواجس والخوالج والصرائر والبواطن هذا المحمول هذا للأصل ديالو شنو هو ملي كيتدحى واحد لو ديزير واحد الرغبه كتدحى في البعد النفسي اصلها منين كتبدا من ما قيل في الحمل عن الوضع رئت له ثم بدا اذ قالت الله كيفاش قال سبحانه وتعالى اذ قالت امراه عمران قالت جات قالت هذه هيا الرغبة دي لغا تدخل هيا إني نظرته لها رغبة أنها اللي فكرشها يمشي للمعبد يمشي عبد الله هيا رغبة وشتو الكيان راه سابق الكيان سابق هذا الرغبة هذي إلى أنه هذا الرغبة هذي هي اللي غتعطينا المحمول غادي يولي حامل هاد الشحنة ديال ما قيل وغادي يخرج طابع لينا الانسان يلا تزاد وغيحطو في واحد الوضع طابعه هذا هو اللي غيولي محمول وغادي يبدا الانسان يحاول يتخلص منه علاش حنا كنقلبوا على الخلاص خاص اللي يخلص خاصك تخلص لا خلص عليه لا علاش راه داك الخلاص راه رمزي راه باغي يتخلص هو من هاد الشحنه ديال المحمول اللي خدمات فيه في هاد الطابلو اللي عطيتكم كامل هاد الطابلو العجيب هذا ها خصو يتخلص مناش من نزعة عنده دي بولسيون تيكون الدري بارك حتى كينتصب له القضيب اش كيمشي كيسد له في الحمام وتيدي يستمني عنده ماستورباسيون فرينيتيك حتى كيمرض بها كيتهلك ما كيبقى قادر لا ينعس لا والو هذاك تيعاني من بولسيون يلاه اش غنديروا ندقوا له الشوكه نشربوا له فانيل شنو نديروا نخصيوه هو ما فاهمش علاش عليكم واحد اخر عنده اضطراب الوجدان لافكت هيا جان عنده انفعال وجدان عنده لي زافكت مخربقين ما فاهمش واحد عنده رقه في هذه اللحظه وغلظه في هذه اللحظه عنده تقلب عنده واحد السيكل سيكلوتيميك كتبان لك بنتك حنينه نهار 2 الصباح مهيمجه 3 الصباح
رقيقة نهار الأربعاء، مسعورة نهار الخميس. ثم عندك عاطفة جياشة، واحد ولدك هو يغني الملحونة وكذا وكذا، لغدا هو ذا القناوي ويطول الشعر، بعد غدا بدا يقطع بالزيدوار في لحمه، يلا زيد. وعندك شعور كتقيس ولدك بكلمة كيتأثر، وكاين اللي كيموت فيه الشعور، وكاين اللي كتحاول تداول معاه مشاعر وما كيتداولش معاك المشاعر، كاين اللي ما عندوش لو برينسيپ دو لانتيميتي. تلقى واحد الناس ما عندوش البرينسيپ دو لانتيميتي، اللي تيعيشوه لداخل تيعاودوه، كتعاشر المراه راجلها كتعاود لما كلشي، وماما البارح مع راجلي، وتخي تيعاودو تيعاودو، ماشي كعلماء، كاكستيميتي. كاينه لانتيميتي وكاينه ليكستيميتي. شتو ليكستيميتي هي اللي غتعطينا توندونس اكزيبيسيونيست. وشتي هاد توندونس اكزيبيسيونيست غتعطينا ميول الفسق وغتعطينا ميول الفجور. من ليكستيميتي، من هذاك التعاويد. علاش؟ لانها ما قادراش على المحمول، المحمول اللي هو ديال امها رضاتو ليها، رضات هي لامها المحمول ديال اللي حطت فيها. إذن المقصود من هذه الحلقة ماشي نعطيكم وصفات باش تحلوا مشاكل مع أولادكم، لأن كل ولد راه ورث ديال عقلية الأم، ديال عقلية الأب، كل بنت راه ورث ديال عقلية عائلة، ديال قبيلة، ديال محيط، ديال تمثلات. اللي خصنا نفهمه من هذه المسألة، أول حاجة ما تبقاوش تقلبوا على الحل الموجود. اللي كيعطيكم الحل الموجود هو الحلاق والطبيب سنان، هادو هما اللي يقدروا يعطيكم الحل الموجود. الحلاق كتدخل مشاكك وكتخرج ماشط، الطبيب سنان كتدخل مسوس وكتخرج فمك معمر، هادو هما اللي يقدروا يعطيكم الحل الموجود. أما أولادنا أولادكم اللي تظهر الصعوبة، أش قال العبقري جاكلاكو على الاضطراب النفسي؟ يقول الاضطراب النفسي سؤال يضعه الكيان بالمرأة، ليس من موضع المرأة، يضعه بالمرأة كما نضع السؤال بالريشة. لنا فصيل ثم نعود. إذن هاد المسألة ديال الكيان النفسي اللي احنا كنسميوها المغاربة نقولوا الحالة، شنو هاد الحالة؟ شنو هاد الحالة؟ هو ليطو صادر من سلوك وتصرف، نعم، واعي أو مواعيش ربما، ولكن مصدره شيء معلوم. المصدر شيء معلوم، ما انت نقدروا نوصلوا له بالعلم، ما نبقاوش نقولوا الحماق ديال هاد الدري، الروينة ديال هاد الدري، التسطيه ديال هاد الدري، باش ملي كنقولوا هكا جعلنا المصدر شيء غير معلوم، حمقنا الدري. ما خصناش نسبوا له، حيت حنا عندنا قدره على الانتربريتاسيون، على التاويل. راني عايقه بك، اش كدير؟ درتي هكا، قصتي هكا، ما ديروش هادي، ما تنوضوش تاولوا، لان اولادكم غيثقوا فيكم وغياخذوها كعنعانه، غياخذها كمصدر، يقول ماما عرفات انني درتها، هو راه ما دارهاش من تما. علاش ولدي كدير هكا؟ خلي جاوبك وعرف بان الجواب ديالو راه سطحي. احنا راه 35 عام وكنحفروا باش وصلنا شويه وريقات شويه شويه، كيفاش بغيتي ولدك يعبر لك على الليطو اللي هو سابقه؟ راه هو المحمول، المحمول اللي خصو علم دقيق تسقلو به الاحساس باش يدخل الاحساس الشعور. بعد ما تعبر الشعور وتوصل الخواطر النفسيه بالاحساس اللي سقلو العلم، غادي يمكن لك تغرف من المحمول، غيترفع شيء منه، هنا كيولي مرفوع باش بالعلم باش يولي موضوع. تم الخدمه اللي بغينا نوصلوا لها، هذه هو الهدف ديالي معكم، هذا هو ربي يسر، هذا هو النيه ديالي، خاصنا نوصلوا، ما نبقاوش نهضروا فارغين. الا كنا نهضروا فارغين نسكتوا، الصمت حكمه، لكن غندوا فارغين نسكتوا، وما كاين مخطر من هذاك الكلام اللي هو غادي يعلمكم لي كوتش، غتلقاوه في الاعلام وتلقاوه في الانترنت، جمل كتسحبهم توما سحريه، جمل زويونه، والجمل راها خاويه،
ردوا البال من الجمال راها خاويه، واخا تبان لك جميله راها خاويه. علاش؟ لان انت واش كتعني لك شي حاجه بعدا؟ انت اللي كدوي بها، انت هاد الاب، انت هاد الام، انت هذيك الجمله اش من ماده فيها، اش من عصاره فيها، اش من زيت الى عصرنا نخرجوا منها، اش غنخرجوا منها؟ ما تكتفيوش بهذيك الجمل الجميله الجوفاء. معنا السي عبد الله من فاس، مرحبا السي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور الله يجزيك بخير، الله يرحم الوالدين. والدينا ووالديك سي عبد الله، مرحبا بك. الله يرحم الوالدين، شكرا على كل ما كتقدم لنا دكتور، الله يجعلك ميزان حسنات ان شاء الله. امين، حنا وانتم جميع المسلمين وجميع الناس، مرحبا بك. تفضل السي عبد الله. كندعي مع السجود ديالي استاذ. الله يكبر بيك، الله يكبر بيك، بارك الله فيك الشريف. تفضل، مرحبا. دكتور عايز باغي نستشر معاك ضروري، انا خير ندير شي حاجه هكا كبيره ضروري نستشر معاك دكتور. الله يقدرني، الله يقدرني عمو. كنت سمعت كتهضر باش الواحد يعني الا ما كانش يستطع ما يشريش دار. ما يشريش. بالنسبه للكريدي انا ما نقرب ليش هذيك. يكري يكري. ايه هو مثلا اذا كانت المساعده ديال الاب ديالي ولا كان باغي يساعدني ولا واش زعما. دابا شوف السي عبد الله، دابا شوف السي عبد الله، انا ما عنديش مشكل شخصيا مع الانسان يشتري ولا ما يشتريش، ماشي هذا هو الهدف. الهدف ملي غادي يولي الانسان شاري واحد الدار كيولي عنده واحد التيتر، ياك عنده شهاده الملكيه. شهاده الملكيه فيها ملاك، هاد الدال ديال الملاك مع واحد اللي ما كيكسبش حتى باش يتعشى، خصو يكحفر باش يدبر على العشاء، خصو يكحفر باش يشري حوايج، وعنده ورقه كتقول له ملاك، غتحمقوا ولا ما تحمقوش؟ واش غتحمقوا ولا ما تحمقوش؟ غتحمقوا، حيت عنده ورقه مكتوبه فيها ملاك. سير للمحافظه قول لهم عطوك تشوفها. ملاك شنو هي ملاك اصاحبي؟ او ملاك راه وليتي ملك. الملاك هو الملك كيملك. اذا انا باقي عندي هشاشه اجتماعيه، باقي عندي هشاشه ماديه. تخيل سيده كتخدم كدير الميناج، كتولي عندها شهاده فيها ملاك، ما يحمقوهاش، بغي يسطيوهاش. غتولي كتشوف راسها كلاس مويان ايزي، غتولي تيخصها تقضى في سوبر مارشي، من بعد كتقضى يا في الدوره، لا غتولي تقضى في سوبر مارشي لان عندها ملاك. غتقري بنتها في واحد المدرسه بريفي وغتسلف، غتمشي لعند واحد البنكه غتقول لهم عندي دار وعافاكو تسلفوني واحد 7 ملايين ورها لها لكم دوزيام رو. غيسلفوها عنده بالنسبه لهم هما 2 ملايين 3 4 5 ماشي بزاف، ولكن هي راه ما قادت على 5000 درهم، هي راه ما قادت على 2000. ملي كانت فقيره غاكريه مع الناس ما عمرها كانت غتزعم تاخذ 5 كريدي، ما عمرها ما كانت غتزعم تاخذ 4. تخيل كنشدوا التمثل تاع عباد الله وكندقوا فيه شوكه، كنشدوا التمثل لعباد الله. التمثل اللي خصو ينمو على سنوات، شي تمثل خصو يتغير فينا على سنوات. اصبح الانسان التمثل تيتغير فيه ما بين ساعه وساعه، كتجي كتلقى شقه ب 125000 درهم، 150000 درهم، 15 مليون. كيقول الاخر ويلي راه رخيصه يا ودي، مش حنا قلنا لك ما رخيصهاش، وراه غتبدل لك التمثل اشري، غتبدل لك التمثل. قلت لك السي عبد الله كنعرف السيد كيدخل السوق مع الفجر كيشري 4 البهايم كيقلب فيهم البيع كيدير الربح ديالو كيدخل لخدمته مع 68. شي هذا ذكي، معتمد على المنضه ديالو هنا خدام، ومعتمد على الفياق بكري وكيمشي يبيع بيع حلال. شتي بهذاك البيع اللي كيبيع هذوك البهايم جمع شرا دار. هذا هو المثال، هذا هو المثال. اما واحد شيفور الهشاشة كاري طنوبيل كاري القريمة يالله تتقاتل مع المازوط، نجي تقول له شري تردو من لك تغدير له تحمقه. هذاك الشيء اللي كتقول راه انا متفق معك 100%، هي ديك الثقافه ديال العلماء وكذا. هذاك الشيء انا كاع ما داخليش راسي حتى انا كنمشي نتقدى في بلايص اللي هما شعبيين نتقدى في. الله يرضي عليك، فهمت يعني غير بالنسبه لهذه الخطوه هذه بالنسبه للكريدي البنك ما نهضرش عليها. هذاك ما غاديش ندير كريدي باش نشري دار، غير قلت اذا كان لا عمو حتى الكريدي خصنا نهضروا فيه. الله يرضي عليك، عندنا مؤسسات
تشاركية في المغرب. العلماء قالوا ما قالوا فيها، محلوا حتى العلماء المغاربه قالوا ما قالوا فيها، بمعنى ان الانسان الى مبدئيا عنده مشكل مع هذا النوع من القروض، راه كاين قروض اللي كتوالم مع المسلمين، كاينين دابا. دابا انا ما داويش على القرض في حد ذاته، داوي على التمثل وعلى الضعف النفسي عند المواطن المغربي اللي انا منه تنعرفه. ما نستغلوش الهشاشه والضعف الناس، نبقاو نروجوا لهم واحد المشاريع ونروجوا لهم واحد الحلول. وهنا الحكومه متواطئه، الحكومه بايعه الماتش مع اللوبيات العقار، الحكومه نقول لهم في وجههم، لانه دور الحكومه هي دير التوازن ما بين العرض اللي كيديروا اصحاب اللوبيات وما بين الهشاشه عند المواطن. هذا هو الدور السياسه، الحكومه خصها دير توازن، خص اللوبيات داخلين تقع صحاح عندهم فلوس كيديروا اشهار وتيعلقوا ويهداو الكبارتمات ويديروا التسهيلات، ها هما ودايرين يد مع البنكات. اذا البنكه غتسلفك الا جيتي من عند هذاك الشركه العقار جبتي معهم اتفاقيه غتسلفك، اذا اللوبيات دايرين خدمتهم. وخص الحكومه دير توازن، تقول لهم حبسوا نتوما صحاح بالفلوس، نتوما لوبيات العقار باغيين تبيعوا، ولكن انا الدور ديالي كحكومه خصني نحمي الهشاشه ديال المواطن. كيفاش غتحمي الهشاشه؟ انها كدير عروض موازيه، حتى هي كتقول صاحب العقار انا كنرخص لكم، كنعطيكم الايدين باش تبنيو، وكنعاونكم في الضرائب، وكنعاونكم في انني نفوت لكم اراضي ديال الدوله، وكنعاونكم بشرط ديروا لي 30% ولا 40% ديال العقار الكرا. هذا هو المضمون من الحكومه، هذا اللي كنتظروا. وتخيل راه من اللي كان السي بن عبد الله الامين ديال الحزب التقدم المشترك، من اللي كان وزير كان قالها وشديته من فمه، قلت له السي بن عبد الله غنقيدو عليك، دارها. هو راه باقي حي سولو، سيروا عنده قول له درس من الدريبي، قال قلت لي مسجله عندي انا مسجله. علاش ما دارهاش؟ الله يعلم، ما مشغليش انا نهضر في بلاصتو، مشغليش نهضر في بلاصه الحكومه. خصكم نتوما كمواطنين تمشي عند هذاك البرلمان اللي صوتي علو، تمشي عند هذاك الرئيس الجماعه اللي انت كتعرفو، تقول له سيدي لا يعقل ما كديروش لنا عقارات الكراء. هانتوما غير وريوني دابا الضرب اذا فين عقارات الكراء فيهم، فينهم وريوني. المواطنين مساكن تيكريو مع ولاد الشعب، ولا مشيتي لهذاك العقار تكري ما كاين غير 3000 درهم 4000 درهم باش تكري. برطمان صغير وراه في الدار البيضاء، بيت وكوزينه وحمام 3000 درهم، كي غيدير واحد 3000 درهم كي غيدير؟ علاش؟ لان الاوفر العرض ديال العقار ديال الكراء ما كاينش. علاش؟ لان اللوبيات ديال العقار مع اللوبيات الابناك داخلين صحاح. علاش؟ لان الحكومه ما فيهاش وزاره اللي شدوا التوازن، شدوا العصا من الوسط ودافعوا على المواطن ضعيف. تفضل سيدي عبد الله مرحبا. بالنسبه دابا تقريبا 30% ديال المنطقه كتمشي غير في الكراء، يعني حيت الكرا غالي، حيت الكرا غالي. و حيت الكرا يعني اللي بغى مثلا يملك دار يجمع لها على مده، لا ما كاينش يجمع لها. دابا الحل هو انه خصنا عقار عباد الله الكرا. واش دابا كتشوف انت في المدن اللي انتم فيها دابا، انت فاس ياك، واش ما كتشوفش عمارات فاس خاويين مسدودين ما تباعوش؟ كاينين بالالاف. اش كيمنع الدوله تدخل؟ اش كيمنع؟ اش كيمنع الدوله دير طابل روند وتجمع هذوك الناس تقول لهم ودي الله يخليكم العقار ما نبيعوش، اجي نديروا مقترح الكراء؟ اش كيمنع؟ اش كيمنع؟ ما كاينش حل، ما باغيش يلقاو حل. الحل هو تسهيلات، الحل هو نحلوا الروبيني ديال البنكه، نعطيو للناس الفلوس باش يشريو، هذا هو الحل. وفي الاخر نحمقوا عباد الله، في الاخر نخلقوا واحد مجتمع مبني على الافتراض. ما استفدناش من الأزمة الأمريكية العقار ديال 2008-2010، ما استفدناش منها. أنا شخصيا هذيك الأزمة تخلع ليميت، تخلع شنو هي الاقتصاد العالمي تزازع كله، راه كله تزازع في 2008-2010. سبب شنو؟ سببها العقار اللي تعطى للفقراء في أمريكا بكثرة وتسهيلات كبيرة، دخلوا شراو 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 شراو، اش داروا؟ ولو تياخذوا دوزيام رون تروزيام رون، ولا كيمشي يتسلف مره ثانيه باش يشري طوموبيل، ويتسلف مره ثالثه باش يشري التلفازه والثلاجه. المصيبه ما عندوش خدمه مستقره. بالنسبه دكتور ما عندوش امكانيات. مرحبا عمو تفضل. بالنسبه للتمثل ديال واحد، ان تمثل عنده انه مالك مثلا المنزل، تمثل انه شراها بكريدي مثلا في الاول ديال جاي باقي صغير، واش بحال التمثل اللي يكون عنده فاش يجمع لها لمده؟ دابا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. يقول ابن عباس الهوى إله معبود،
احنا المسلمين معروفين بثقافة القناعة والصبر. شتينا فقدوا المسلمين في أعرافهم وفي عقليتهم وفي نفسيتهم للاستعداد والقابلية للقناعة والصبر، وابشينا بشينا فيها صافي سالينا. إذا شتي القناعة والصبر اش كتعلمك؟ التريوت والتأني، التريوت والتأني، ياك؟ إذا أنا كنعرف نفسي مثلا عندي هشاشة نفسية، أنا جو سوي أنغواسي، ياك؟ مواطن عارف نفسه مقلق، هو فيه القلق ديما مقلق، وعنده خدمة ما كيستقرش فيها، ياك؟ ما كيستقرش فيها حيث مقلق، خصو شي حاجة ينجزها ويتشبت بها على أساس كيأمن بها حياته، حتى لما خدمش على الأقل عنده دار، ياك؟ في هذا المواطن هذا اللي مقلق وعنده بسبب هذا الاضطراب ما كيستقرش في عماله، هذا بالضبط ما خصوش يشري، هذا بالضبط ما خصوش يشري، لأنه ملي غيشري عام غيفاقم القلق النفسي اللي عنده كل شهر بسبب طريتها، عاد يبدا الشهر من الأول الشهر هو تهز الهم لطريتها، تيبقى يجمع عليها، كيجمع لطريتها، هو كيجمع شوية تعيط لهم الحانوت كيقول لك انت سالك، تيغوت عليهم الحانوت كيهز من هذاك الفلوس ديال الجميع وتيخلص الحانوت دزز عليه، عاوتاني غير دابا وصلنا للوديس، ها هو عاوتاني نقص له الفلوس ديال طريتها اللي كان جامع، تيعيط له الفارماسيان تيتصرف معاه تيقول له خويا وصل صيفطي لي ولدك راه ما غنعطيش الدواء، راه كاين عندك واحد الكريدي كان سالك هذوك فلوس طريتها اللي هو جامع غيهز منهم عاوتاني يزيروا الفارماسيان غيعطي منهم شويه، غتعيط لامه غتقول له ولدي راه خوك كذا عنده مشكل راه خصو واحد 1000 درهم انا راضي عليك ولدي انت الكبير انت كذا انت كذا غيهز منها، تخيل الشهر ديالو كيش داير نفسانيا، الشهر ديالو العافيه محروق ما ياكل في خاطره وجهه ديما صفر فيه المعده فيه البواسر كيفيه لي كوشمار، علاش؟ لانه هو مقلق. وشنو هي الكنز ديالنا احنا الناس المسلمين؟ هو النفس المطمئنه، هو السكينه، شي السكينه تولي بصحتك تولي بخير تولي ضحك، شو اللي غيجيب لك السكينه؟ هو هذاك القناعه والصبر. اذا الى انا يا جامع فلوس جامعهم، الى انا با برزقه عنده الفلوس برزقه وخلص عليه 70%، خلص عليك باك 80%، توكل على الله الشريف، لان باك هذاك باك توكل على الله، ولكن لو باك يعطيك 10% وانت غتمشي تقلب على 90% خرج عليك باك كرفسك باك، لا قول له با 10% خليها عندك با تتولي 50 تتولي 60. كاين واحد الترتيبات خصنا نتعلموا نرتبوهم، كتلقى واحد تزوج واحد المراه بنت عائله وقبلوا عليه هو فقير، اول حاجه غيضربوه بروسي هو العرس، اول بروسي غير مطمرمقه معاه هو العرس، بحال غيتقبلوا العرس، العائله خصها على الاقل 10 طبالي ولا 20 طبل، هذه غير عائله المراه، هو عائلته غيجري عليهم كاين ما يجيبهمش حيت ما عندوش باش، غيعرض على مو باه وخوه خالته غينكرها غينكر عمته غينكر غيتخاصم مع العائله كاملين، غادي يجي مسكينها هو وباه وامه، علاش؟ لان عرس غالي. اذا هذا ماشي حمق اللي اختار هذيك البنت، خصو ما يختارش هذيك البنت واخا هي باغيه، كتقول له انا قابله عليك، لا اختي واخا تقبلي عليا امك وباك باغي نعرس وانا ما قادرش، يا ودي غير اجي نديرو حنا العرس، لا 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 ما جيش غديروا العرس نتوما غنتسطى انا معكم حياتي كامله، غتبقى ديما تقولوا لي درتوا العرس ولا انا ما جيش، وغنمشي نختار درويشه اللي العرس ديالنا بجوج هو فروج رفيسه طلبه قراو قران ولهيه لاعبين العيالات معها محلين لها بطعرش، هذا هو العرس ديالنا الفقراء حنا، ها رفيسه تفرج بلدي الرجال مجموعين واحد الفقيه واحد الطلبه يقراو عند رجال والعيالات مجموعين في واحد الموضع محنيين طير جات طاو 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 طاو، درنا العرس جينا في حالنا بشحال تقام عليك الشغل 5000 درهم صافي درب تعرس وتشري به الخاتم وتجينا عشط ما تسلفتي ما والو جمعتي، هذا العجز الفقراء 5000 درهم، تخيل لي مضروب له الرعد في راسه، يلاه بدا يخدم عنده مينضه عنده الهشاشه مشى عجبته وحده احمق عليها داته العائله شدو شنقوه عرس ب 40 مليون، هذا لا الا كان قليل يقدر يطلع حتى الفوق 40 مليون،
مشى تسلف حيت عنده المنظمه مشى تسلف كيغي يدخل لحياته الزوجيه هذا غدا غيسمح بحامل مرته مع لا غدا تقول له شي غيعنقني ما يعنقهاش ما غادي يحمش منها شيري غادي يبقى يفكر الطريطه اللي تحطات عنده في راسه. اذا هذا التوازن النفسي اللي ما كنردوش له البال. العولمه ما شغلهاش العولمه ما شغلهاش التوازن النفسي. احماق ولا ما تحماق سير خذ الدواء براسك واش دير جي خذ الكريدي وجي استهلك او السوبر مارشيات عامرين بالسلعه كيديروا لك العروض الحوانت يديروا العروض التلفازه دير العروض كل شيء يدير العروض وانت ما جيتش تشري انت ما مسطي تخصك تجي تشري باش غادي تشري غني يسروا لك المشرق غني يسروا لك الفلوس غير غني يسروا لك الفلوس غنحمقوك وصيفطوك للحبس حيت لما خلص الكريدي غتدخل الحبس سيروا سولوا الناس اللي شراو وتحجزوا لهم من بعدها ما سولوهم شحال من وحده فقيره درويشه بقات كتحفر 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 تبقى كيتسالها في البارطمان ديالها 7 د ماي 6 خلصات هذاك الشيء والله ما رحموها في الاخر سيزاو ليها البارطمان وباعوها في المزاد على سبب 6 د الملايين بقات ليها على سبب 5 ما قدراتش علاش لان في الاول ما كانش خصها تدخل لان فاصل ثم نعود. مرحبا معنا لالا سارة من فرنسا. مرحبا لالا سارة. الو السلام عليكم. عفوا طلعت لي في البرونتور مدام سارة. عفوا خويا الاسم عفاك الله يجزيك بخير. سميتي حافظ بوشايب. مرحبا السي حافظ بوشايب. استاذ احنا كنقدروك وعزيز علينا واحد الدرجه عليا وتقول الحمد لله اللي ربنا انعم علينا بهذا السيد وهذا الله يكبر بك السي الحمد لله احنا فرحانين بزاف كنقدروا الله يكبر علينا وكل شيء كنسمعوا وكل شيء متبعينه ونصائح كل شيء ممتاز مرحبا بك السي حافظ القلب بزاف ونطلب الله تعالى يخليك صحتك ووليداتك يا ربي امين احنا وانتم جميع الناس جميع المسلمين السي حافظ بارك الله فيك اجمل وضعيه زوينه مهم البرامج الفرنسي شوف اسيدي انا عندي واحد الوليد كاين في فرنسا عندي ثلاثه الدراري كلهم في فرنسا ديتهم من وراء البكالوريا قراو في فرنسا الوليد هذا هو ليني 33 دار دوبل ماستر واحد الكوميونيكاسيون واحد الماركتينغ خدم لا غروند اكسبيريونس ولكن هاد الايام الاخرى يا بوكو المهم كان فواحد الشركه كيقول لها اليونس كان لاسيرونس كانوا كان تيخدم بزاف هو عنده واحد الخدمه ديالو فولونتي ديالو هو يخدم معقول هذا هو وقت ما والو كان تيزيد اكثر من جهده دي فوا تيخدم في دارو كيدي الخدمه كيعطيو شي مسؤوليه كيكملها خصو يكملها في اقرب وقت المهم دخل في واحد لا ديبرسيون نيرفوز هذه شي 6 موا ولا 8 موا وخنا عليه فهمتي حنا ما كنعرفوش المسائل النفسيه ولا شي ما كنعرفوش كنا نحاول نمشي معاه في الخط ديالو نتبع معاه نناقش معاه نريح معاه نسولو مشاكل على اللي خصك تحيد هذه خصك دير هذه الديبرسيون ركات عليه تنقول ليه نقص هذه ما تبقاش هذه كيرجع ليها وكيبدا يجبد ليا شي حاجه دازت عنده شي 6 موا هذه ولا 3 موا ولاش داروا ليا هذه ولاش داروا وهو عنده راني في واحد خوتو جوج معاه تما وحده مزوجه انت شنو يقول لي اختي كبرت معاها وقفنا معاها وكل شيء علاش تسرق مني ما تعرفش عليا خصها تجي في رمضان تقول لي تفطر معايا وتجي عندي المهم هي بحال قصرات شويه خفي الحال يعني ولات عنده واحد النوع من الحساسيه واحد خو اخر كان بارك معاه حنا مشينا عنده في 2020 وذاك الدراري كان في لا فان دو سي زيتود كيعطيهم واحد لابيس واحد العام باش يقلب على خدمه كان مريح معاه ريت ما لقى خدمه هو كان تيفينونسيه وماكلو مشربو مخليه ما دير كلشي حتى الدري يخدم المهم كنقول لي خويا راه المهم كان هاد الدري واللي كان دار واحد العمليه سميتها لانديبوندونس كيخدم انديبوندونس فرنسا لا بريميير اني ديك لانديبوندونس كيعطيوه دروا في الشوماج والفلوس ديال هذيك الخدمه ما ياخذها لو ديفيدون ديالهم ياخذها حتى لاخر السنه هذاك الشوماج اللي كان تيقبض كنا حنا عندو باركين تما كان ما كافيش كيصرف علينا حنا ويصرف على الدري خويا هو ولدي المهم صاب لي الوريقات كلشي اللي عندي انا فيه مشكل هو هاد لا ديبرسيون انا ماشي خايف منها انا متعرف ما غادي ما متبع ما كلشي بنهضر ما في الليل في النهار المهم عطيه جميع الاتجاهات مشي دابا راه جاي عندي هنا المغرب
ما قدرش ما لقيتش شي حل باش نخرجوا منها في ساعه هذه الفكره. الله دابا سيدي حفيظ، هنا كاين جوج المستويات. كاين المستوى ديال اون ديبرسيون تيبيك، ياك كتسمى اون ديبرسيون تيبيك. ما معنى اون ديبرسيون تيبيك؟ سيت اون مالادي. ديبرسيون تيبيك سيت اون مالادي اللي خصها ان تريتمون عند الميدسان. وهنا هنا البسيكياتر هو اللي يقدر يشوف واش اسكو سيت اون ديبرسيون تيبيك ولا اسكو سيت اون ديبرسيون ستركتوريل. شنو هو الفرق بيناتهم؟ ديبرسيون تيبيك فقدتي شي حاجه عزيزه عليك، فقدتي شي حاجه عزيزه عليك، او فقدتي واحد الرغبه كنتي باغي تحققها ما حققتيهاش. عندك طوموبيله تحرقات لك، مربي واحد الكلب مات لك، هادو اشياء فقدتيهم غادي تجيك اون ديبرسيون تيبيك. او لا رغبتي في واحد السيده معقد معاها كتحبها وكتوجد باش تخطبها، كتعيط لك واحد النهار كتقول لك قلب عليا رانا نتزوج. الله يا لاله كيفاش تقلب عليك وحنا متعاهدين وكذا ولفتك وكنوجد باش نجي نتزوجك، قلبتي عليا؟ لا سمح لي اخويا تعطلتي، راه جا واحد السيد كيعرف ماما كيعرف بابا راه وافقوا، انا وافقت صافي اخويا قلب عليا. ماشي بالسهل الانسان غيخرج هذاك العاطفه اللي في قلبه، غادي يحزن هذا الحزن. هذا تيولد شنو؟ تيولد كيولد الاسى، والحزن ملي تيولد الاسى تيولد الاسى كيولد الهم، وملي تيتولد الهم تيجي معاه الغم. لا حول ولا قوه الا بالله. الغم كيخصك طبيب باش نحميو الدماغ، لان عرفتي كتولي واحد النيفو د انفلاماسيون في الدماغ، هذاك الشيء هائل خطير. دونك خاص الولي الشاب الله يرضي عليك ياخذ ان تريتمون، نشجعو مشاو عند سيكياتر ولا ولدي الله يخليك، راه سو بوك سوا ان ديبرسيون تيبيك. هو مع الطبيب ديالو غادي يدخل معاه، غادي يجلس معاه، ماشي غيعطيه الدواء صافي، غيدخل غيسولو كذا وكذا. دابا غادي نديرو احنا احتمال، ياك دابا عندنا حنا حسمنا في الاولى خصنا نحيدوا الشك اسكو سيت اون ديبرسيون تيبيك، خصو يدير كونسلطاسيون عند ميدسان. هذه خصها تحيد، نحيدوا الشك على هذه نديروها ياك. ثم الوضعيه ديال هذا الشاب من حيث علاقته مع العمل، من حيث علاقته مع انه يسدي خدمه على حسب ما فهمت ولدك الكبير سيرفيابل. ياك سيرفيابل جينيرو ما تصورش بما هيك. ودابا هادي في اخبارك الى اجتمعوا عند العرب جوج ديال السمات الطيبه كتولد لينا مشكل. مثلا واحد كريم وجبان، كريم فيه الكرم وفيه الجبن، غادي يخرج على راسه لان ما يقدرش يدافع على حقه، غادي دائما يفرط في حقه على حساب الاخر. لا حول ولا قوه. علاش ما مزوجش ولدك؟ زوج هذا دابا لاني مزوج، هذا مزوج مراته معايا حدانا معانا عنده وليدات؟ لا مازال. يلا زوجوا فوق. علاش ما ولد؟ اكتوبر اللي فات هو وحده، هما معايا هنايا. الوقيته اللي شحال باش تزوج دابا؟ مواد اكتوبر داروا المارياج ديالهم. مستقر مع مرته بشكل عادي بخير وعلى خير. اسمح لي ندوزو ليك. اييه دوزو ليا. الاسئله ديالك انت ديالك ما تقطعش الله يرحم والديك. مرحبا ولدي انا ولدي مرحبا. لا استاذ. كضر معاه. الو. 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 السلام عليكم. مرحبا بك. لاباس؟ ماشي الحمد لله. شباب بخير لاباس. شنو الاسم ديالك عمو؟ ياسين. ياسين مرحبا. ياسين مرحبا. ياسين الله يجعل لك نصيب من اسمك السي ياسين. الحمد لله. الله يحفظك عمي. صحتك استاذ. قول لي هاد الحاله اللي وصف باباك، هاد الاحباط وهاد الاكتئاب اللي بيك، وصفوا لي. نقول لك استاذ دابا اول مره الحقيقة، أول مرة وهو شي حاجة غريبة أنها باش نقول لك بحال قلتي شي خلاصة شي حاجة اللي وصلت بعد واحد هي شي حاجة تفاجأت
وهي في الى جيت تشوف هي يعني داكشي اللي وصف داكشي اللي وصل اللي وصف الاب ديالي بابا راه بحال كان ممكن تكلم معك فيها بالفرنسية شويه. Bien sûr, bien sûr. Tfaddal amou. Merci beaucoup, merci Oussad. Ouais, c'est vrai. Là, initialement, l'histoire de Choufandi, elle me renvoie à chaque fois la période. J'ai reçu mon frère, par exemple, on l'a accueilli trois ans. Il est resté avec moi. Sous la recommandation de la famille, où on est ensemble, ou quatre ensemble. وصل خويا صغير وانا ديك الساعه يلاه تنجو تخافاي وخويا وصل فواحد المرحله لانه غيسالي لي ستود ديالو ان شاء الله وغيزيد في حالته. ومن بعد السؤال عندي فواحد الوتره واحد الفتره ديال 2019 2020 كانوا هنا لي بارون جاو ان شاء الله كانوا هنا في لا فرونس وعشنا اونصوب الكوفيد سد المغرب سد وعشنا اونصوب واحد السنه كامله وكلنا عشنا واحد السنه جميله كانوا معايا في فرنسا معايا هما والاخ ديالي. اي ابخي المهم هادشي داز ابخي هادشي 2020 2021 الاخ ديالي المهم هو زاد سال الخدمه ديالو والوالدين حتى هما مي شحال المغرب دخلوا. انا 2021 اون اكتوبر 2021 جو مو سوي ماخي الحمد لله مع واحد السيد الله يرحمه رضا الله يخليه عليه. الفترة اللي انا الله غنبدا فيها الزواج ديالي وغنبدا فواحد المرحلة نقولوا زوينة حتى بحال قلتي تشتات القضية. الأخ ديالي مشى فواحد الطريق، عندي واحد الأخت ديالي مشات فواحد الطريق، والدي جاو شافونا وابخي دخلوا المغرب كانوا بعادين عليا. بحال قلتي فواحد الوقت اللي بحال قلتي كنا دوزنا واحد ثلاث سنوات ولا أربعة ديال لا سوليداريتي أونسومبل بور لو بروجي ديال أي واحد معتني بأ بروجي فاميليال peu importe celui qui l'expression c'est que on avance tous mais personne reste sur la touche peu importe les problèmes. J'aime bien j'aime bien qu'on traverse, enfin, c'est ça aussi hein. Le bus il prend tout le monde hein. Parfois il prend les parents, parfois il prend Yassine, parfois il prend Paha, parfois il prend ma soeur. Walakin, si tu permets c'est Yassine, oui. J'ai une question, quel est le coût pour soutenir de telles choses pour toi? Il y a un coût. Je ne parle pas un coût matériel. Je parle en termes d'affect. Supporter que l'autre réussisse. C'est-à-dire le soutenir moralement, psychiquement, spirituellement. Est-ce que tu as assez de ressources au niveau de ton être pour supporter et soutenir de telles choses? En fait, je peux vous dire, c'est juste, je peux vous dire que on l'a fait, je l'ai fait, on l'a fait ensemble. Non, là, d'abord, je parle en termes de coût. Oui. Ça te consume quelque part. En fait, vous avez raison, docteur. Est-ce que c'est humainement les ressources spirituelles, intellectuelles, énergétiques? De driver un cap, de se dire que ce bateau, quoi qu'il se passe, en fait, il n'y a personne qui descend du bateau. Et que c'est ensemble. Réponds-moi la belle. Oui. Est-ce que ça ne t'a pas usé? Ça ne t'a pas consommé? Consumé? Alors, totalement. Alors, Anna, je ne peux en témoigner qu'aujourd'hui, sur le coup. Si je fais une rétrospective et je reviens sur 2019, 2021, 2022, moi je savais qu'il y avait un coût, la question, je pouvais pas dire lequel, mais j'ai avancé la partie et on a avancé ensemble sur cette partie. Moi j'ai pas fait. D'abord, en fait, ce qui vous a alerté, ce qui vous a fait prendre conscience que vous êtes consumé, c'est la déception. Oui. C'est grâce à la déception. Oui. Donc en fait, cette déception, est-ce que c'est une malédiction ou bien c'est une bénédiction? On va dire que
L'essence d'elle, c'est que c'est le, ça a été la face de chacune des pièces. Les deux ont vécu ensemble, ont été cohabités parce que est-ce qu'on y a, moi j'ai trouvé du plaisir et j'ai trouvé de la satisfaction. Et il l'a Oui, cherché, oui. mais au niveau de la déception, c'est Ah. grâce à la déception Oui. que maintenant Yassine prend conscience Ah. que De la peut-être il limite. n'a pas les ressources De la limite nécessaires aussi, de la pour limite. vivre lui-même, Oui. pour travailler lui-même, Oui. pour gérer son réel et sa réalité de lui-même et soutenir un certain Absolument. nombre de choses qui pèsent, qui usent, qui consomment, qui Absolument. consument. Absolument. C'est grâce à la déception que maintenant, il y a une prise de conscience. Absolument. Et autre point, c'est les choses de la vie font que, par exemple, sur cette fratrie, chacun, à un moment, évidemment, il va prendre son chemin. Évidemment, chacun va travailler, va s'envoler. C'est juste que moi, à un moment, je me suis arrêté et j'ai dit, bah, en fait, ils sont où? Elle est où là? C'est comme si un fameux un contrat moral initial, en fait, qui n'a jamais été établi. Les choses de la vie font que chacun, chaque membre, les parents, les enfants, chacun va grandir et puis chacun va tracer un chemin et puis va avancer, mais sans avancer d'abord pour soi-même et sans culpabiliser pour ne pas avancer pour l'autre. Et c'est vrai que Hello, ça a été un déclencheur depuis, on va dire, décembre 2021, où à un moment, en fait, il y a eu des choix de, par exemple, de ma sœur ou de mon frère, ou mes traits, qui m'ont paru radical. De j'ai ma vie, j'ai notre vie. Une fois qu'on a passé les grandes étapes, maintenant chacun a sa vie, on va fermer. Et ce qui va être le plus important, c'est d'abord soi avant l'autre. À ce moment-là, moi je suis en faiblesse. Moi je tombe. Moi je suis on va dire, un peu en Alors, limite un c'est dit peu ainsi, choqué c'est dit de. ainsi. Khalik Maya, tu permets, nous avons les annonces, les titres, le journal. Khalik Maya Flaline, je te reprends après l'annonce des titres du journal. Anaoui l'Akhbar, Tumunaout. Baki Yassine. Allô? Allô, allô, مرحبا, شكرا, شكرا استاذ, شكرا. ياسين, Alors, بالطبع, merci si, beaucoup. si. Je vais te poser un certain nombre de questions et prends ton temps avant de me répondre. Lettre de Yassine vis-à-vis de ses frères et de sa famille. Il y a un être. Lorsque j'agis par gentillesse envers mon frère ou ma sœur, c'est mon être qui me dicte cette conduite en tant que frère. Mais il y a aussi le fait que chacun de nous ne peut pas exister dans son être sans représenter un être qui lui est cher. On ne peut pas. C'est une coexistence obligatoire, nécessaire, quasi absolue. C'est une dimension quasi absolue. L'être tout seul n'existe pas sans la dimension de représentation d'un autre être qui m'est très cher. Deux dimensions vont maintenant se gripper l'une sur l'autre, s'intriquer l'une dans l'autre. Est-ce que tu as été capable de faire la part des choses vis-à-vis de ton être par rapport à la dimension de représentation d'un être qui t'est cher? Est-ce que tu as été capable de faire la part des choses? Difficilement, non, difficilement, difficilement, mais Et difficilement, quand très. est-ce que l'un prend la dominance sur l'autre? Alors, généralement, c'est l'être, la représentation de l'être le plus cher. Pour moi, l'être le plus cher, ça va être mon père, par exemple. Hein. C'est Ah, vraiment mon père. l'adec, là, je le savais. On n'est C'est pas ton très père, loin là, tu représentes ton forcément. père. Mon père, il y a ma mère aussi, mais c'est vraiment la fonction Ta mère, parentale. Hein. l'adec, ta mère aussi. C'est ma mère, mon père, c'est vraiment là, c'est Cette la représentation. représentation, Sidi Yassine, cette représentation. Est-ce que c'est une représentation explicite ou l'implicite induite?
Non, elle est induite, oui. Oui. Elle est induite comment? Par l'autre ou là par soi-même? Non, elle est induite par l'autre, bien sûr. Non, elle est induite par toi. Ah, oui. Oui. Pas par l'autre. Oui. Jamais Babak m'a téléphoné et t'a dit qu'il y a un téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Absolument. Absolument. Dans ma tête, c'est l'autre, mais c'est moi. Ah non. Oui. C'est toi. C'est merci, toi la place de l'autre. Merci. Oui. C'est toi la place de l'autre. Oui. À ce moment-là, ملي que tu voulais tu la place de l'autre, qui c'est qui est le répondant de l'être, Fik? Oui. Et tu voulais un vide. Oui. Tu voulais un vide. Totalement. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Jacques Lacan a dit « La névrose est une question que l'être pose pour l'être. » Qu'est-ce à dire? Il ne la pose pas devant le sujet, puisque le sujet ne peut venir à la place où il la pose. Mais il la pose à la place du sujet, c'est-à-dire qu'à cette place vient le sujet. Non. Parce que je me suis déplacé dans la représentation. L'être. Alors... La névrose est une question que l'être pose pour le sujet, c'est-à-dire il la pose avec le sujet. D'abord, si ton être, l'être de Yassine, d'accord, quelqu'un Yassine, il y en a marre que tu vives pour l'autre, assez Yassine, il y en a marre, assez Yassine, toc, il y a quelqu'un ici, ça m'a dit, je te le fais-le. Parce que tu es drogué par la dimension de représentation. C'est au nom de ma mère. Avec le film de Marcel Pagnol, tu l'as vu? Oui, Marcel Pagnol, qu'elle le beau film. Smith, à la gloire de mon père et au nom de ma mère. Deux films, au moins deux. Marcel Pagnol, magnifique. Radi Aounou, qu'elle les films. Soit je fais un film, soit coup de livre. Merci beaucoup, Anne. Donc, si tu as lu l'être, l'être d'elle qui l'a patienté 33 ans. Oui. Tu as tardé, hein, bzzef. Oui. À ton avis, quelle est la dimension narcissique? Ça veut dire quoi la dimension narcissique pour toi? Narcissique, je dirais, par cas, c'est le soi, c'est être tourné vers soi-même. Allah, ce n'est pas ton cas. Non. Tu n'es pas tourné vers soi-même, non, tu es tourné vers l'autre. Au frère, il est fini de soi-même. Je fais un terme. Un ou la deux ou la trois ou la quatre ou la cinq ou la six, je fais un terme. Le soi. Ben, normalement, il devrait en avoir un si c'est soi. Eh bien, figure-toi que le soi fait deux. Oui. Alors, c'est ce que le premier terme. Non. C'est maman. Oui. Si je mets le terme soi-même, dire que d'un que deux. Oui. Dire que d'un que deux. Donc, Hadi, soi-même, est-ce que c'est une représentation ou est-ce que c'est une structure? C'est une représentation. Non, c'est une structure. La représentation, c'est ce qui est formulé légalement. Tout ce qui est représentation, c'est ce qui est formulé légalement. D'abord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je suis prophète. Ouais. Il y a eu un message. Il a été chargé d'une mission par l'ange Gabriel. Dieu te délivre de la mission. Tu es prophète. D'abord, un ambassadeur, comme tu me fais ça, un Marocain qui proclame son ambassadeur. Non, on lui a délivré. On lui a délivré un mandat. Donc, si la dimension de représentation, qui a une parole explicite, qui a ce bac ou mouk, il brûle que maak ou le couli, l'air d'aïlik, le mot de hiet hedi, l'akdar le mot de houli, انا تنوصيك تعاون خوتك ما استطعتي ما تفرجش فراسك شتي ملي غتكون فورمولي كوم سا هنا جو سوي دو لا ريبريزونطاسيون وي سي سو ني با فورمولي نو سي دو لومباتي اي دو لا سامباتي دو ما بار فوالا سي توت افي سا وي دابا انت وقع لك كونفيزيون في لي ريجستر سكي دو لوردر دو لومباتي دو لا سامباتي ولا ليجيتيميتي امبليسيت خدا ان غراد دو ريبريزونطاسيون هو يقهر لاتر. Ah oui, terriblement. Oui. L'être d'elle, qu'à sabre, oui, c'est effondré. Oui.
Oui. Il a pas pu garder sa place. Il a pas. Il a. خبرك بأن جاك لاكون كانت عنده واحد لا فورمول تيريبل. كان تيقول لي بيان في دو لانغراتيتود. Ah oui. C'est incroyable, hein. Elle est très belle. D'ailleurs, elle est très contradictoire entre le premier mot, une connotation positive, et la seconde. Ah. Oui. D'abord, ça, tu as vérifié de la formulation. C'est grâce à l'ingratitude que tu as pris conscience que tu dérapais au niveau de ton être. Totalement. Ah oui. Oui. Ah. C'est grâce à l'ingratitude. Elle est chouette, mais elle est bien faite. Parce que ça nous réveille. Ça nous choque. Mais c'est bénéfique. C'est une catharsis. Raq. Fiqhatk. Oui. Donc, Debantia, le nouveau Yassine, tu as du mal à l'admettre. Oui. Si Debantia, le nouveau Yassine, qui se retourne vers soi-même, ma qadarch alih, ma baghich. Nta baghi Yassine li fih la multitude. Oui. Ou hadak le registre. Ça veut dire quoi, un individu? Ça veut dire quoi, individu? C'est une personne. C'est un. Là, il y a un. Un individu, c'est un. C'est un. Ah oui. Par les empreintes. Ah oui. Par la voix. Ah oui. Par l'intelligence, par la sensibilité, c'est un. Ah oui. Pourquoi tu as du mal à intégrer et à symboliser ton un? Pourquoi tu as du mal? Je ne sais pas, j'ai l'impression de trahir les autres ou là de les laisser tomber. Non. C'est les autres, je connais moi. Il faut signifier ce que les autres. Bah, généralement, c'est ma famille, c'est entre mes parents. C'est les parents, frères et sœurs. C'est maman et papa. Et c'est mes parents, c'est ma représentation de mes parents. C'est trahir ce que je me suis affecté de moi-même comme étant un mandat de représentation. Oui. C'est-à-dire un fantasme. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Tu es en train de fantasmer là. C'est une auto-assignation qui n'existe pas formellement. Qui n'existe pas. C'est un fantasme, Yassine. Oui. C'est un fantasme. Oui. Donc en fait, tes frères et sœurs qui grâce ton soutien partiellement. C'est le soutien d'elle, car il les a aidés partiellement. Oui, en partie. Ils sont méritants. Aussi, le fait qu'ils se soient recentrés sur leur dimension narcissique, ils sont en train de te signifier quelque chose que tu as du mal à entendre, que tu as du mal à admettre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils essaient de te signifier à travers les trajectoires qu'ils ont pris chacun de leur côté, comme si ta page à toi était tournée vis-à-vis d'eux-mêmes? Ils sont en train de te signifier quelque chose. Ben, c'est comme s'ils disaient un peu, ben, en fait, j'ai double lecture dessus. C'est soit ils disaient quelque chose de positif, réveille-toi, comme si les règles du jeu, ou bien la façon de fonctionner, ben, c'est celle-ci, c'est là la normalité, c'est là. C'est comme si moi j'étais, comme vous le disiez assez bien juste avant, dans le fantasme. Et que de leur part, en fait, la réalité, elle est loin de là. Mais autre chose, bravo, de battre, dit-il une couche de ce qui signifie. Bravo, tu es intelligent, dit-il Mkadda. Chouf Hajakhura, il y a autre chose. Il y a autre chose en dessous qui est difficile à admettre. Et qui est choquant. Que c'est pas mon rôle. Plus que ça. C'est beaucoup plus lourd que ça. Hein? Oui. C'est que tu es collant. Oui. Tu es un peu lourd. Oui, nécessairement, oui. Mais à un moment donné, tu les étouffes. Oui. Tu étouffes sur leur place aussi, leur existence. Ah, Devastihadi, au nom de ton amour, tu étais aveugle des dégâts que tu peux causer sans t'en rendre compte. Parce que tu les aimes. Oui, tu reproduis le même schéma que les mamans font avec leur bébé. Oui. Pourquoi un bébé va refuser le sein qui est le signe de la vie au cas de mal anorexie mentale? Pourquoi, à ton avis?
سول لي سبيسياليست سول لي بيدوبسيكياتر قول لهم اكسبليكي موا لانوريكسي مونتال كيل سون اوريجين ان بيبي نوفو ني دو 2 موا 3 موا ريفوز لو سان ريفوز لا تيتي وي جوسكا روندر فو لا مامون لا مامون وي فخبرت عندنا 3 تيب دو مامون وي عندنا لا بوسيسيف على الاكستريم وي عندنا سيل كي ديليس على الاكستريم Ouais. On a la plus dangereuse, celle qui est convaincue ouais. qu'elle fait tout bien. Oui. Ouais. C'est les trois types. La doute, oui. La possessive à l'extrême. Khaiba. Ouais. Celle qui délaisse à l'extrême. Khaiba. Ouais. La plus dangereuse. Ferber, dans son livre Étude psychanalytique de la personnalité, l'écrasera les trois types endo. Oui. La plus dangereuse. La convaincue. Elle est convaincue qu'elle fait tout bien. La seule réponse, la seule réponse, c'est de mettre sa vie en danger. Le tout bébé, le tout bébé, je ne bois plus ton lait. A compris quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a un lien plus extraordinaire en termes d'amour qui pourrait être au-delà de celui de la mère avec son bébé ? Qu'adam ou l'amour d'un frère pour son frère, mais bench. Qu'adam l'amour d'y aller le bébé pour sa mère, mais bench l'amour d'y aller le frère pour un frère, mais bench. C'est-à-dire qu'il faut changer. Tu dois accepter. راه بحال هذيك لا مامون بول كتجر لي بوسان مي ان مومون دوني ايل فول دو لورز ايل tu dois accepter هاد لا كاستراسيون راه بحال اللي تقطع لك الكوردون امبيليكال من جديد parce que tu étais un registre imaginaire de représentation au-delà de ton être بحال اللي بغيتي دير لهم اكثر من امهم بحال اللي بغيتي دير لهم اكثر من باهم ما يمكنش تكون اكثر من امهم أكثر من بام غير كتساعد الله سبحانه وتعالى الله اللي خلقنا تيعاوننا ما تيحلش المشاكل ديالنا الله اللي قادر يحل المشاكل ديال كل واحد فينا ما تيحلش المشاكل ديالنا تيعاونك إذا توكلتي عليه وتيقول لك عندك راه التوكل راه عنده الشروط ديالو شنو هو الشروط هو أنك تعلم تقرأ صبر في التعلم تفيق بكري تسعى تخرج تقلب وملي تلقى خدمة تطيع مواليها وتقنها وغنعاونك وغيعاونك الله الله اللي خلقنا وما كيفكش المشاكل في بلاصتنا تحملها انت يعاونك انت ما تحملهاش يخليك حداها اذا هذا واحد الموضع سيت ان ليو Si Yassine a occupé une place qui n'est pas la sienne. Et il occupe une place qui n'est pas la sienne. C'est une place presque dangereuse. Voilà. Je vais vous dire que c'est une place qui parce qu'elle a une charge terrible. Aussi de Douak, aussi de Fahimi. Donc là, nous sommes en face d'une formation réactionnaire. Nous sommes en face d'une formation réactionnaire. Je lui conseille, pourquoi pas, de consulter les Nao. C'est quelque chose qu'il ne pourra pas dépêtrer de lui-même. Bouhdo, ma yqadch yfkr bhad masailado, mcha'ibin ou mrkbin ou maqdin, ma yqadch bouhdo, ma yqadch. Walakin, ando daka, ando l'qudra, ando l'fahm. Bchouya dial l'moussa'ada, bchouya dial l'tnouir. الله يجيب له تيسير فاصل ثم نعود إذن هاد المسألة اللي احنا كنتكلموا فيها والمكالمة مع تبارك الله هاد الرجل ياسين والأب ديالو مكالمة اللي مصمم المحور الموضوع ولاحظتوا كيفاش كما كانش عندنا نظرية بحال هادي لعبقرية جاك لاكونك كنا غادي نتكلموا وريني شي نظريه اللي غتلقاو فيها الكاين غير وريني شي وحده نقراوها ندكرو فيها وريني شي وحده
الفلسفه كاينه فيها، ولكن الفلسفه ما كتحللش، الفلسفه كتوضع المواضيع، كيبقى الشخص هو اللي خصو يحلل. اما التحليل النفسي نهل من الفلسفه ووضع ادوات تحليل بحال واحد الميكانيك عنده ادوات، وهذا السلوت كيحل هذه، هذا السلوت كيحل هذه، هذا السلوت حتى كيشرح الطوموبيل كله كيزل على الارض بياسه بياسه. هذه هي مدرسه التحليل النفسي، ده ادوات دقيقه جدا، ولكن ناهله من 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 الموروث الفلسفي العريق. كان تميزوا احنا المسلمين انه اللي هائل في الفكر الاسلامي، وشخصيا انا كنحبوا بواحد الشكل استثنائي، هو انه الله سبحانه وتعالى في القران فضل سيدنا رسول الله في الحديث وفضل العلماء، لانه العلماء راه كيلعبوا واحد الدور كبير جدا. القران راه فيه السهل الممتنع، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه السهل الممتنع، العلماء اللي جامعين فنون اللغه وفنون البيان وفنون العلوم. اش كتعني الفنون؟ كتعني كيلعبوا تيوصلوك لفحوى الكلام. شنو هو فحوى الكلام؟ هو مرماه، تخيل قدامك واحد المرمى ديال الكره، تخيلوا عنده ثلاثه ديال الحديدات والشرطه في الارض، شتي ملي كتدخل في المرمى بالكره هذاك هو فحوى الكلام، وملي كتخرج الكره للتوش ما كتدخلش للبيت ما كتماركاش، زقلتي فحوى الكلام. شنو هو اللي ضامن لك؟ هو العريضه، العريضه لداخل، العريضه برا. شتو العلماء هم اللي حدوا لينا فحوى الفهم، واش فهمك داخل الفحوى ولا خارج الفحوى. الكيان هي الحقيقة ديالك وديالي، هي الحقيقة كيف وضعها فيك الله سبحانه وتعالى، هذيك هي حقيقتك اللي غتعيش حياتك كلها تقدر ما تكتشفهاش، وهي باغا توصل لك للوعي، باغاك تعرفها، وانت مجلي وانت مودر باش بالرغبة. الرغبة راها محفز للحياة، أمك رغبت فيك حفزتك للحياة، باك رغب فيك حفزك للحياة، ولكن كون متأكد أن هذيك الرغبة ديال أمك وباك راه هي المخدر الأول كتخدر. علاش حنا عندنا البسمله بسم الله الرحمن الرحيم، وعندنا بسم ربك، اقرا بسم ربك، اقرا بسم ربك راه فيها تمثيل ونيابيه، راه عطاه الصفه، راه كيف القاضي كيحكم باسم جلاله الملك، كيف اقرا بسم ربك راه غيقرا باسم ربه، وعلم الله اش من اسم، راه عطاه الاسم تما، اقرا باسم ربك راه عطاه الاسم، الاسم اللي غيقرا به سيدنا رسول الله كل شيء، غيقرا به النباتات وغادي يقرا به الحيوانات وغادي يقرا به البشر وغادي يقرا به السماوات والارض، غادي يقرا به الاسرار الخفيه والظاهره، غيقرا كل شيء، راه هذاك هو الاسم تاعه. احنا عندنا اسم نعت صفه، هو اللي عندنا في القران، اقرا باسم ربك اسم نعت صفه، هذيك ربك راه اسم نعت صفه، والاسم اللي تعطالو من اللي مدرقو اسم نعت صفه، درقو هذاك ربك درق، وسير شوف قرب على الاسم. اذا احنا ما نقدروش نوصلوا للحقيقه ديالو، ولكن قال لينا راه كاين الصفه اللي هي الصفه الرسميه الحقيقيه الواقعيه اللي عندها سند شرعي، هذيك عند الاليف، هذيك بسمله عند الاليف، هذيك هي اللي كنسميها لا ريبريزونطاسيون، التمثيل النيابي هذيك. والاخرى بسم الله الرحمن الرحيم، انك كتعلن انك من عباد الرحمن،
كتعلن كتقول انا من عباد الرحمن. شنو هو الشعار باش كتعلن كتعرف انك من عباد الرحمن؟ هو كتستعمل البسمله. هي كنستعملها حنا المسلمين كنعرفوا هذا مسلم، اللي ماشي مسلم ما كيستعملهاش. حنا بها باش كنحلوا الطعام، حنا بها باش كنباركوا المكان، حنا بها باش كنعيشوا كنحيوا كنموتوا بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنعلنوا في كل لحظه على ماكلتنا، على صلاتنا، على 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 في حياتنا، في معاشرتنا الزوجيه، في كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كنعلنوا ان عباد الرحمن. اذا السياسيين باسم، علاش انا قلت له اون دو مون بير مارسيل بانيول؟ لا مادام كتب عليها مارسيل بانيول راه مساله المفكرين فكروا فيها، مساله المحللين ذكروا فيها، مساله ما سهلاش باش تخرج من صيغه التمثيل النبيه. أيه أنا امتداد ديال با، أنا امتداد ديال مي، ما كنمثلش با، ما كنمثلش مي، تنمثل القيم الإنسانية السامية اللي لقنها لي با واقتنعت بها أنها صالحة، وهي امتداد القيم السامية لقنها له با، هي امتداد القيم السامية لقنها له جدو. وغنبقى طالع بالشجرة حتى غنوصل الصحابة، حتى نوصل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرق كبير أنك تمثل مبدأ، تمثل مبادئ لقنها لك باك، وأنك تمثل باك، فرق كبير. مع ذلك أنت خدام مع باك في مكتب المحاباة، المكتب دياله، ديك الساعة راك دخلتي باسم ربك، دخلتي للتمثيلية والنيابية الرسمية، هذيك غتحميك، السند القانوني غيحميك. أما لما عندك سند قانوني غتكون في بسم الله الرحمن الرحيم تعلن أنك ولد من ولاده، جا خويا غياكل ما عندي، غيشرب معايا، غادي يبات، غادي ندور معه على القدر ديالي. وحتى أنني نفسانيا يعني إلا كنت أنا ما قادش نشوف وحدايا مكلفط، نقول له خويا غندور معك وسير كري. علاش يا خويا ما تخلينيش معاك؟ أنا باغي نبقى معك خويا نفسانيا يعني ما كنقدش على الضغط، كنشوفك بحال كنفطر انا كنمرض وانا عندي خدمه كبيره وخدمه صحيحه ما نقدش. انتوا ما تقدروش تقولوها، انا نقد نقولها لان العمل يلزمني. جي عندي اختي مكتئبه ولا جي عندي خويا مكتئب وانا عندي عمل ثقيل ونشوفه مكتئب الصباح ونشوفه مكتئب العشيه، غادي نجي العمل ديالي مفضي وغادي نتكرفس على الناس في الخدمه ديالي، ولكن باسم انني كنمثل با وامي غنكرفس خويا وغنتكرفس انا وغنكرمس الخدمه. اذا انا جبان الشجاعه، خويا انا غنعاونك، غنقسم معك هذه البركه اللي عندي، خرج خويا عليا ما تمشوش كمالت بحال هكا ما نشوفكش. اش غيدير هو؟ غير التليفون غيعيط لبا، غيعيط لامي، والوالده وراه ما خلانيش في الدار عنده، وامي وراه قال لي يكري ليا، وامي وادوي معاه، غتعيط لي امي. نتوما اش غديروا؟ غتحنيو الراس، انا غندور في امي لان انا خايف على ضعفي. كيف علنوا لي الكيان ديالي؟ الكيان ديالي قال لي شوفه، يا انا يا انت، بغيتي تتبع الهوى ديالك وتتبع الرغبه ديالك راه نهزك تا الصبر ودخك، بغيتي تتبعني انا راه حنا ضعاف، ارحم ضعفك وسري على قدرك، تعلم تقول لا. كنشكركم على حسن الاصغاء والاستماع.